بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. مثل ما تلاحظون هذه العينة عبارة عن أحد العينات التي درستها في السابق، وهي نوع من أنواع الرخويات، وهي فصيلة من فصائل القواقع الحلزونية مثل ما تلاحظون. طبعا درست الميكروبات المتواجدة فوق جسمها، ودرست الطفيليات المتواجدة داخل جسمها، لقيت بكتيريا ولقيت طفيليات وعوالق وأشياء كثيرة جدا من المخلوقات الحية التي تعيش في الماء. طبعا درستها بالمجاهر التشريحية، وأيضا المجاهر البيولوجية الكبيرة جدا اللي تكبر 6000 مرة أو 7000 مرة. طبعا أنا من عشاق دراسة علم الرخويات، ودراسة أيضا علم الرخويات في العصور القديمة، والعلوم الحديثة أيضا درستها. أيضا درست أكثر من 5000 نوع من أنواع الرخويات مثل ما تلاحظون. طبعا أنا أدعو الباحثين بدراسة علم الرخويات والاكتشاف إيش موجود من أمراض معينة في الرخويات ممكن تنقلها إلى البشر أو الحيوان أو المخلوقات البحرية، لأنها ناقلة للطفيليات الخطيرة جدا مثل الديدان وغيرها من المخلوقات. ممكن تدرس، ممكن تلقى فوق القشرة أو الطبقة السطحية العلوية طفيليات كثيرة جدا مثل ما تلاحظون، لونها بني. طبعا هذا النوع من الأنواع يعني نادر جدا تحصله لما تكون يعني متعمق شوي على شواطئ البحر. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم عينات كثيرة من هذا النوع.